worksheet section 3.1 and 3.2. Question number one, find the unit vector in the same direction as the vector v equal minus 2i plus j. يعني ايه unit vector؟ unit vector معناه vector with magnitude equal 1. يعني magnitude بتاعه equal كام؟ equal 1. طب ازاي نحسب unit vector من vector معين؟ يبقى ال u equal ال unit vector equal v divided by the magnitude of v. يبقى equal ال vector نفسه minus 2i plus j divided by magnitude يبقى square root minus 2 squared 4 plus 1 squared equal 1 يبقى equal minus 2i plus j divided by root 5 equal minus 2 over root 5 تجاه الi plus 1 over root 5 تجاه مين؟ j. يبقى الانسر عندنا equal كام؟ minus نقدر نكتبها على شكل فيكتور برانسيس بالشكل ده يبقى minus 2 divided by 5 1 over root 5 divided by root 5 divided by root 5 يبقى الانسر عندنا letter B. طيب يبقى ده لو عايز اتاكد هتلاقي الماجنتيود بتاع اليو ايكوال كام؟ سكوير روت الاول سكوير يبقى 4 over 5 plus 1 over 5 equal 1 وطبعا لازم يبقى نفس الدايركشن ذا سيم دايركشن. ازاي يبقى نفس الدايركشن؟ هنا مثلا الاشاره هنا نيجاتيف بوزيتيف يبقى هنا لازم يبقى نيجاتيف بوزيتيف يبقى ده اليونت فيكتور. طيب for question number 2 for u equal 2i minus 2j will v equal minus 8i plus j find the magnitude of the vector 2u plus v. يبقى هو عايز الماجنتيود يبقى magnitude of 2u plus lv. يبقى الاول نحسب 2u plus lv equal multiply ال u by scalar number 2 يبقى 2 times 2i 4i minus 4j plus lv minus 8i plus j equal ال i مع ال i يبقى 4i minus 8i minus 4i minus 4j plus j يبقى plus 3j minus 3j. كده احنا حسبنا مين؟ 2u plus v هو عايز الماجنتيود. Then the magnitude of 2u plus v equal square roots minus 4 squared equal 16 plus minus 3 squared equal 9. Then we have square root 25 equal 5. يبقى الماجنتيود of 2u plus v equal 5. Then the answer will be D. Let A be a real number. Real number. If a polar form of the complex number A times I minus 2A, it is root 3 CIS 5 by over 6. Then A equal, وعايز الفاليو بتاعت الـ A. طيب احنا اتكلمنا قبل كده على عندنا الـ complex number can be written as standard form. In standard form احنا سميناها rectangular form. Rectangular form يبقى standard rectangular بتكتب ازاي؟ يبقى z equal x plus iy. طيب عندنا another form اللي هو البولار form او trigonometric form اللي هو اسمه بولار form او trigonometric form. بس بكتبه ازاي؟ z equal r cis theta. وكلمنا قلنا ال r اللي عبارة عن ايه ال r؟ عبارة عن المودلس بتاع z equal square root x squared plus y squared والثيتا اللي هي الارجومنت. يبقى ال r اللي هي بنسميها المودلس والثيتا اللي هي الارجومنت. طب الارجومنت بتكتب ازاي؟ بجيب الالفا اللي عباره عن tan انفرس y over x وبعد كده بحدد حسب بقى لو انا في الربع الاول first quadrant يبقى الثيتا ايكوال الفا ولو في الربع الثاني يبقى الثيتا ايكوال 180 minus الفا third quadrant يبقى الثيتا ايكوال 180 plus الفا fourth quadrant يبقى الثيتا ايكوال 360 minus الفا. طبعا بحدد في الربع الاول على حسب الاكس والواي. لو الاكس بوزيتيف والواي بوزيتيف يبقى فيرست كوادرنت، لو الاكس نيجاتيف والواي بوزيتيف يبقى في سكند كوادرنت، لو الاكس نيجاتيف والواي نيجاتيف يبقى في ثيرد كوادرنت، لو الاكس نيجاتيف بوزيتيف والواي نيجاتيف يبقى في فورث كوادرنت. طيب وبعد ازاي احول بقى من بولر لريكتانجولر؟ ان انا عندي الاكس ايكوال ار كوزين ثيتا والواي ايكوال ار ساين ثيتا. Where r equal square root the x squared plus mean y squared. يبقى دي rules ازاي احول من standard form لبولر form او العكس. طيب هنا بيقول لي انا عندي هنا complex number على هنا standard form لان في i.
والشكل الثاني على شكل مين؟ كوزين وساين، يبقى ده بيسموه ايه؟ بولار فورم. طيب يلا نشوف هنا الاول، يبقى زد ايكوال كام؟ اي تايمز اي، يبقى اي اي ماينس 2 اي سكويرد. طبعا بكتب الريال الاول والكومبلكس الثاني، يبقى ده ايكوال ماينس 2 اي سكويرد بلس اي اي. يبقى في حد الاكس ايكوال ماينس 2 اي سكويرد والواي ايكوال اي، يبقى اللي ما فيهوش اي ده الاكس، واللي جنب الاي ده مين بالاشاره بتاعته؟ يبقى ده الواي. طيب اقدر احلها ازاي عندنا؟ هو عايز القيمه بتاعت الاي. طب الاسهل اجيب الاي من الاكس ولا من الواي؟ الاكس فيها مشكله ان فيها اي سكويرد، لكن الواي ايكوال ايه على طول. طب انا عندي رول بيقول ايه؟ ان الواي ايكوال ار ساين ثيتا. يبقى معنى كده الواي ايكوال ايه؟ يبقى الاي ايكوال الار، الار عباره عن كام؟ اللي هو الكوفيشن بتاع السي اي اس رو 3 تايمز ساين ثيتا. يبقى ساين الثيتا بكام عندنا؟ ثيتا 5 باي اوفر 6 اللي هي كام؟ 30 تايمز 5 اللي هي 150. طيب يبقى الاي ايكوال روت 3 تايمز ساين 150. 150 معناها في ربع كام؟ في ربع الثاني. خلاص يبقى الساين بتاعتي بوزيتيف. 150 اللي هي قابلها في الربع الاول هي مين؟ 30. الريفرنس انجل بتاعتي 30. يبقى ساين 30 ايكوال هاف. Then we have اي ايكوال روت 3 اوفر 2. يبقى الاي عباره عن روت 3 اوفر 2. دي طريقه حل، يعني دي ابسط طريقه حل عندنا هنا، ان لقيت الاكس فيه اي سكويرد صعبه، فالواي ايكوال ايه؟ فاخترت السي. طبعا كان ممكن احلها كذا طريقه بطرق كثيره جدا عندنا، زي ايه؟ كان واحد ثاني يقول لا طب انا اخد عن طريق الاكس، فانا عارف ان الاكس ايكوال ار كوزين ثيتا. طيب الاكس عباره عن ايه؟ ماينس 2 اي سكويرد ايكوال الار روت 3 كوزين ثيتا. كوزين 150 كام؟ 150 ايكوال كام؟ ماينس روت 3 اوفر 2. طيب الماينس راح مع الماينس، يبقى ال 2 اي سكويرد ايكوال روت 3 تايمز روت 3 يبقى 3 اوفر 2. يبقى عندي الاي سكويرد ايكوال 3 اوفر 4. Then we have الاي ايكوال بلس اور نيجاتيف روت 3 اوفر 2. طب عندي مشكله اخد البلس ولا الماينس؟ انا عارف هو قال لي هنا ان الانجل 150 يبقى في ربع الثاني. الربع الثاني لازم تبقى الواي بوزيتيف. طب الواي بوزيتيف عندنا الواي ايكوال ايه؟ يبقى لازم الاي تبقى بوزيتيف عشان يبقى الواي بوزيتيف عندنا، يبقى الانسر عندنا مين؟ روت 3 اوفر 2. دي طريقه حل. في واحد ثاني يقول لي لا انا عارف ان الار ايكوال روت اكس سكويرد بلس الواي سكويرد، يبقى ايكوال الاكس ايكوال ماينس 2 ار. الار عندنا بكام؟ روت 3. يبقى روت 3 ايكوال روت اكس سكويرد عباره عن كام؟ يبقى 4 اي باور 4 بلس الواي سكويرد عباره عن اي سكويرد. طبعا روت ايكوال روت نعمل سكويرنج للطرفين، يبقى عندي 4 اي باور 4 بلس اي سكويرد ماينس 3 ايكوال كام؟ 0. اقدر احلها معادله من الدرجه الثانيه، هي طبعا من باور 4. اقدر اجيب الاي سكويرد ازاي؟ نقدر نحلل، تبقى عباره عن 2 برانسز 4 اي سكويرد بلس 1 تايمز او ماينس 1 تايمز اي سكويرد ماينس بلس كام؟ لا خلي دي بلس 1 وخلي دي ماينس 3. يبقى كده عملت لها فاكتورايزيشن. يبقى عندي حلين، لا 4 اي سكويرد ايكوال 3 او الاي سكويرد ايكوال ماينس 1. طبعا الاي سكويرد ايكوال ماينس 1 ريفيوزد. ليه؟ انه قال لي الاي ريال نمبر. طيب يبقى 4 اي سكويرد ايكوال 3، يبقى الاي سكويرد ايكوال 3 اوفر 4. يبقى الاي ايكوال بلس اور نيجاتيف روت 3 اوفر 2. طب اخد البلس ولا النيجاتيف؟ اخد البلس، لان الواي ايكوال اي واللي هي 150 150 يبقى في ربع الثاني، يبقى لازم الواي بص. كل دي طرق حل، كل ده لازم تبقى شاطر فيه، يعني ما فيهوش مشكله. كويشن نمبر 4، if z1 equal 2 cis 50 z2 z3 then find z1 power 3 z2 over z3 power 2. احنا عارفين لو عندي z1 equal r1 cis theta 1 and z2 equal r2 cis theta 2 then we have z1 times z2 equal، بعمل multiplication لل R1 و R2، يبقى R1 times R2 CIS theta 1 plus theta 2، وبعمل sum لمين؟ للانجلز عندنا للارجومنت. وZ1 divided by Z2 equal R1 divided by R2 CIS theta 1 minus theta 2. وعندي Z1 power n يبقى equal
r1 باور n سي اي اس مين n ثيتا 1. بس دي رولز اللي عندنا بتاع ديمواف، رول ديمواف والبرودكت والكوشن والاسم عندنا. طب تعال نشوف هنا بيقول لي ايه، زد 1 باور 3 يبقى عايز يحسب زد 1 باور 3 تايمز زد 2 ديفايدد باي زد 3 باور 2. يلا زد 1 باور 3 يحسبها الاول، يبقى زد 1 باور 3 عباره عن ايه؟ طبعا ده ار 1 ثيتا 1 ار 2 ثيتا 2 ار 3 ثيتا 3 Z1 power 3، يبقى هنا 2 power 3 equal 8 CIS 3 times 50 يبقى 150. يبقى تاني 2 power 3 خلاص يبقى 8 CIS كام؟ 3 times 50 equal 100، كل ده times Z2، Z2 زي ما هي 3 CIS كام 20 divided by Z3 squared، Z squared يبقى ايه؟ يبقى R 3 squared يبقى root 3 squared equal 3 CIS 3 كام power 2 يبقى 2 theta، يبقى 2 theta 3 يبقى كام 80. يبقى تاني الباور هو 2 times 40 يبقى equal 80 equal 8 times 3 يبقى 24 CIS. في حالة المالتيبليكيشن بعمل ايه؟ بعمل بلس يبقى 150 بلس 220 يبقى ايكوال كام؟ يبقى 170 divided by 3 يبقى 3 CIS 80. في حالة الديفيجن يبقى ده ايكوال، في حالة الديفيجن بنعمل ايه؟ بعمل ديفيجن للR يبقى 24 divided by 3 ايكوال 8، أو كان من الأول الواحد ممكن يختار 3 مع 3 ما فيش مشكلة. CIS، CIS كام؟ بنعمل subtraction لمين؟ subtraction للانجل عندنا، يبقى ده ايكوال 170 minus 80 equal يبقى 8 CIS 170 minus 80 equal 90 يبقى equal 8 cosine 90 plus I sine 90 equal يبقى 8 times cosine 90 equal 0 plus I sine 90 equal 1 then the final answer equal 8I. يبقى الانسر عندنا ليتر دي 8R. يبقى قدرت هنا استخدم الديفيجن والمالتيبليكيشن اللي هو البرودكت والكوشن والايه والديمواف اللي هو الباور عندنا في مساله واحده. Question number one in the essay questions: let x be a real number and u and v be the vectors. مديني two vectors u v وفي unknown هنا x. Find the values of value all of all values يعني ممكن تبقى رقم واحد او اكثر من رقم of x if u and v equal u dot v equal 6. طب احنا عارفين ان لو عندي فيكتور u عباره عن a وb وفيكتور v عباره عن c وd then we have u dot v equal بعمل ال a times ال s يعني ال x component times ال x component يبقى عباره عن a times c plus ال b times d يبقى اللي جنب ال i مع ال i وال j مع ال j. طب يلا يبقى u dot v عباره عن كام هنا؟ يبقى u dot v عباره عن كام؟ يبقى الاكس x ال x component في الاكس x component يبقى الاول في الاول والثاني في الثاني يبقى عباره عن x times minus x يبقى minus x squared plus minus root 3x times minus 3 يبقى 3 root 3x كل ده equal كام؟ 6. يبقى كده عملت الدوت برودكت عندنا يبقى x times minus x minus x squared minus root 3x times minus 3 يبقى 3 root 3x equal 6 لأنه قال لي u dot v equal 6. يبقى انا عندي الانون ايكوال ايه؟ اكس عندنا، عايز الانون اكس عندنا. طبعا دي كوادراتيك كويشن اقدر اجيب كلها في ان وان سايد ونحلها. يلا هات كله اتجاه واحد وادي دي مثلا الناحيه الثانيه يبقى عندي اكس سكويرد ماينس 3 روت 3 اكس بلس 6 ايكوال كام؟ 0. طيب ممكن استخدم الكوادراتيك فورمولا وممكن اعملها فاكتورايزيشن، اعملها فاكتورايزيشن يعني اي حاجه ممكن ده او ده. طب لو عايز اعمل لها كوادراتيك فورمولا يبقى الاي بكام؟ يبقى الاي ايكوال 1 البي ايكوال ماينس 3 روت 3 والسي ايكوال كام؟ 6 عندنا. يبقى معنى كده الاكس ايكوال بلس ماينس بي يبقى 3 روت 3 بلس اور نيجاتيف روت بي سكوير يبقى 9 تايمز 3 يبقى كام؟ 27 ماينس 4 اي سي يبقى 4 تايمز 1 ب 4 تايمز 6 يبقى 24 ديفايدد باي كام؟ ديفايدد باي 2 اي يبقى 2 يبقى ده ايكوال 3 روت 3
plus or negative. Root 3 divided by 2 يبقى equal 3 root 3 plus root 3 يبقى 4 root 3 divided by 2 يبقى كام 2 root 3 بالماينس 3 root 3 minus root 3 يبقى 2 root 3 divided by 2 يبقى equal كام root 3 يبقى we have two values of x 2 root 3 and root 3 خلاص يبقى ده الانسر عندنا يبقى دي الفاليوز بتاعت الـ x يبقى الـ x ممكن تبقى 2 root 3 او 2 root 3 طب هو حد كان ممكن يحلها بالفاكتوريزيشن ازاي يبقى هنا x squared هنا x وهنا x 3 root 3 انا عايز رقمين السم ايكوال 3 root 3 والبرودكت ايكوال 6 فممكن اختار ايه يبقى minus 2 root 3 وminus root 3 ليه لان مجموعهم يطلع minus 3 root 3 وحاصل ضربهم يبقى كام 2 times root 3 يبقى ايكوال 6 صح ويطلع الحل مظبوط طيب ده المطلوب الاولاني يبقى انا عندي 2 values of x 2 root 3 او root 3 هنا بيقول لي required 2 او required b let x equal root 3 خلاص يبقى هنفرض ان احنا x equal root 3 find the angle between the two vectors u and v يبقى substitute ال x بروت 3 فوق هنا يبقى ال u equal substitute ال x by root 3 يبقى عباره عن root 3 and minus root 3 times root 3 يبقى 3 وال v equal minus root 3 وminus كام 3 خلاص يبقى كده عملت ايه substitute بالفاليوز اللي عندك هو عايز الانجل بتوين اليو اند في انا عارف ان الانجل بتوين يو اند في ايكوال كام بجيب الاول الالفا لا بجيب الثيتا على طول الانجل خلي بالك الانجل بتوين تو فيكتورز يبقى كوزان انفرس بس يبقى كوزان انفرس يو دوت في ديفايدد باي ابسولوت اليو او الماجنيتيود بتاع اليو تايمز الماجنيتيود الفي ده القانون بتاع مين بتاع الانجل بتوين تو فيكتورز لكن لو قال لي هات الدايركشن انجل بتاع الفيكتور يبقى تان انفرس. طيب الكوزان انفرس قلنا ان الرينج بتاع الكوزان انفرس بتوين 0 اند 180 يبقى دايما الانسر عندنا هتبقى من كام؟ من 0 180 يبقى اول ما يطلب مني الانجل بتوين تو فيكتورز يبقى من 0 لحد 180 طيب زي ما اتفقنا لو اللي جوه ده بوزيتيف يبقى معناها فين؟ يبقى الحل عندنا من 0 لحد كام؟ 90 لو اللي جوه ده نيجاتيف يبقى من 90 لحد كام؟ 180 يبقى حسب الفاليو بتاعت يو دوت في يبقى لو اليو دوت في بوزيتيف يبقى يطلع في الربع الاول الاجابه يبقى من 0 لحد 180 لو يو دوت في تبقى بالنيجاتيف يبقى معناها الانسر او الانجل هتبقى من 90 لحد 180 طب لو اليو دوت في بزيرو عندك يبقى كوزان انفرس زيرو بكام 90 يبقى الزاويه 90 وعشان كده بنقول ان هم يبقوا ايه اورثوجونال او متعمدين يعني متعمدين طب لو يو دوت في خلاص لو يو دوت لا مش يو دوت في لو يو دوت في ديفايدد باي مودلس يو او ماجنتيود ماجنتيود الفي لو طلع ده كله على طول طلع ب 1 يبقى كوزان انفرس 1 يبقى الانجل بكام ب 0 خلاص طب لو يو دوت في ديفايدد باي ماجنتيود اليو تايمز ماجنتيود الفي طلع بكام بماينس 1 يبقى الانجل بكام 180 خلاص يبقى عندي حاجه لا 0 لا 90 لا 180 او بوزيتيف ونيجاتيف كده طب ليه ما قلتش هنا يو دوت في ديفايدد لان 0 ديفايد باي حاجه ب 0 عندك طيب يلا نبتدي نحل مع بعض بقى ثيتا ايكوال كوزان انفرس نبتدي نشوف نجيب يو دوت في الاول يبقى ده ايكوال كوزان انفرس يو دوت في يبقى روت 3 تايمز ماينس روت 3 يبقى ماينس 3 بلس 3 تايمز ماينس 3 يبقى ماينس 9 ديفايدد باي ماجنتيوت اليو اللي هو سكوير روت الاول سكوير يبقى 3 3 بلس 9 ايكوال 12 تايمز سكوير روت 3 تايمز 9 ايكوال 12 يبقى ده ايكوال كوزاين انفرس ماينس 3 بلس ماينس 9 يبقى ماينس 12 ديفايدد باي 12 يبقى ايكوال ذن ايكوال كوزاين انفرس ماينس 1 ايه الزاويه اللي الكوزاين بتاعها ايكوال ماينس 1 180 ذن وي هاف الانجل بتوين تو انجلز ايكوال 180 يبقى الزاويه 180 درجه وطبعا واضحه الزاويه 180 ليه؟ الفيكتور في روت 3 و 3 يعني مثلا عامل كده الثاني كان ماينس روت 3 ونفس الفاليوز بس بالنيجاتيف يعني هما الاثنين زي بعض بس بعكس الاشاره يبقى واحد اتجاهه كده والثاني اتجاهه الناحيه الثانيه يبقى في الحاله دي الزاويه بينهم كام؟ 180 يبقى هما لو زي بعض كده يبقى 180 لو زي بعض لو زي بعض بالظبط يبقى الانجل هتبقى زيرو لو زي بعض بعكس الاشاره تبقى الزاويه بتاعتي كام 180 complete the following statements
okay, the complex number minus 1 plus 2i and 1 minus 2i have the same. إن عارفين complex number ليه حاجتين. حاجة اسمها المودلس. خلاص؟ وليه حاجة اسمها إيه؟ الأرجومنت. طيب، المودلس اللي هي مين؟ الـ R اللي عبارة عن square roots x squared plus y squared اللي هو الطول يعني. طب والأرجومنت اللي هي الثيتا اللي أنا بجيب الألفا اللي عبارة عن tan inverse y over x. خلاص؟ طيب، يا ترى minus 1 plus 2i 1 minus 2i يوم نفس المودلس ولا الأرجومنت؟ تعال نحسب. لو حسبنا R1 يبقى عبارة عن square roots minus 1 squared يبقى 1 plus 4 يعني equal root 5. R2 عبارة عن كم square root 1 squared يبقى 1 plus 4 يعني equal root 5. يبقى هما الاثنين نقيهم نفس الايه؟ المودلس نفس المودلس. يبقى لو 2 complex نفس الارقام بس باختلاف الاشارة يبقى ليهم نفس المودلس عندنا. نفس الارقام بس اختلاف الاشارة يبقى ليهم نفس المودلس. يلا if modulus z equal to modulus z اللي هي الار equal to then modulus z power 20 equal احنا عارفين ان z لو equal r cis theta يبقى z power 20 equal كام؟ يبقى r power 20 cis 20 كام؟ theta. تمام كده صح. طيب الار اللي هي مين؟ الار اللي هي modulus z. طب لو انا عايز اجيب مودلس زد باور 20 يبقى قصدي مين؟ يبقى قصدي عباره عن كام؟ يبقى عباره عن ار باور 20 لان المودلس بتاع زد باور 20 هو الار ده بس يبقى ار باور 20 اللي هي مين؟ اللي هي مودلس زد باور 20. طيب هنا المودلس زد بكام؟ ب 2 يبقى 2 باور 20 ايكوال كام؟ هكتبها زي ما يبقى 2 باور 20. يبقى تاني لو مودلس زد ايكوال 2 يبقى مودلس زد باور 20 ايكوال كام؟ 20 2 باور 20. طب ويبقى الارجيومنت كام؟ اللي هو الثيتا يبقى ايكوال ايه؟ 20 ثيتا اهي. مش احنا قايلين في حاله لما يكون في باور بعمل ايه؟ يبقى المودلس لباور يعني مثلا تاني لو عندي زد باور ان يبقى دي ايكوال كام؟ مودلس زد باور ان سي اي اس ان ثيتا. يبقى معنى كده ايه؟ يبقى المودلس الجديد بقى كام؟ المودلس بتاع زد باور ان بقى ايه؟ بقى هو مودلس زد اول باور ان. طب والارجيومنت بقى ايه؟ اللي هي الانجل عندنا بقت ايه؟ بقت ان ثيتا. خلاص؟ المودلس زد اللي هو قصده بيها الار يعني. ذا ارجيومنت اوف زد باور ايكوال ماينس 5i. الارجيومنت اللي هو مين؟ اللي هو الثيتا. طب نحسب الثيتا ازاي؟ احنا اتكلمنا قلنا ده اكس واي، الاكس اللي هو ريال والواي اللي هو الايميجنري عندنا. طيب في حاله لما يكون الرقم في اي في اي يبقى حاجه من اتنين، لا زاويه 90 او زاويه كام؟ 270. لان في الحاله دي مش هيبقى في اكس، يبقى الانجل عندنا 90 او 270. لو بوستيف لو الواي بوستيف يبقى ايه؟ 90. لو نيجاتيف تبقى ايه؟ 270. هنا ماينس 5 اي يبقى على طول الانجل كام؟ 270 ديجري اللي هي 3 باي اوفر 2 حسب بقى نكتب الاثنين صح طبعا نكتبها راد او ديجري. طيب لكن مثلا لو 5 اي لو زد ايكوال 5 اي يبقى الانجل كام؟ 90 ديجري. طب لو 3 من غير الاي 3 يعني معناها تبقى ريال، ريال يبقى ايه؟ يبقى الزاويه بتاعتك 0 لو 180 يبقى معنى كده الانجل كام؟ 0. طب لو زد ايكوال ماينس 3 الناحيه الثانيه هنا بالماينس يبقى كام؟ 180. يبقى اكوردنج تو الاكس والواي لو ما فيش اكس خالص يبقى الزاويه عندنا بكام؟ ايميجري بس يبقى واي يبقى 90 او 270. أو واحد تاني يقول لي لا أنا هحسبها بالقوانين حاضر. الثيتا إحنا نجيب الألفا، الألفا إيكوال تان إنفرس واي أوفر إكس. يبقى إيكوال تان إنفرس الواي كام هنا؟ 5 يبقى 5 أوفر 0. 5 أوفر 0 أنديفايند، أنديفايند يبقى عندي حاجة من اتنين، لا الزاوية تبقى 90 أو 270. طب هنا الواي بالنيجاتيف. النيجاتيف يبقى الزاوية تحت، يبقى الحل عندنا كام؟ 270. If the vector u equal b و minus 2b is a unit vector يعني هو قال لي unit vector يعني unit vector أول ما يقول unit vector معناها إيه؟ معناها إن الماجنتيود بتاع ال u equal square roots b اللي هو x squared plus ال y squared direct equal كام؟ 1. يبقى أول ما يقول unit vector يبقى معناها الماجنتيود equal 1. Then b equal خلاص نعمل substitute بال x وال y يبقى square roots ال x squared يبقى b squared plus ال y equal minus 2b
يبقى minus 2b all square equal 1. يبقى كلمة unit vector معناها magnitude equal 1. يلا magnitude بقى square root b squared بقى b squared plus 4b squared يبقى 5b squared equal 1. Then we have نعمل squaring للطرفين يبقى 5b squared equal 1. Then we have b squared equal 1 over 5 يبقى b equal plus or negative 1 over root 5. يبقى معنى كده عندي 2 values للb plus or negative 1 over mean root 5. يبقى ده الحل بتاعنا. يبقى الفكرة أول ما يقول unit vector يبقى magnitude equal 1. يبقى ده squared plus ده squared equal كام؟ 1.